سلامة، رجعت بعد مدة من الغياب. وفي الفيديو هذايا باش نحكي لكم على الموسيقى ومرض الزهايمر. كما نعرفوا ناس الكل، مرض الزهايمر او الخرف يجي للناس الكبار في السن. المعروف اللي المرض هذايا يمس الذاكرة، المريض يولي ينسى اسم الناس اللي محيطة به، اسم صغاره، اسم اخواته، ينسى الماضي متاعو. وفما بعض المرضى اللي يولي الكمبورتمان متاعهم اغريسيف شوية، يوليو ينجمو يصيحو، يوليو متشنجين على اعصابهم. ومن اعراض المرض هذايا انه المريض يبدا يفقد بشويه بشويه من الكاباسيتي نتاعو، يولي ما عادش ينجم ينطق بالباهي، يولي ينجم ما عادش ينجم يمشي، ما عادش ينجم يشد الحاجات في يده. يعني المرض هذايا ينجم يمس الذاكره العصبيه والحسيه. في الفيديو هذايا بتشوفوا معايا مدام سيده بالناجح او تتا اللي هو اسم الشهره نتاعها. ملي حليت عينيا في الدنيا نعرفها تتا، وذاكرتها ديما مقترنة بضحكتها اللي على وجهها وبكلامها المزيان. تتا اليوم عمرها 95 سنة، مرضت بالزهايمر من مدة. باش نستدعاكم من خلال الفيديو هذايا باش تتعرفوا على تتا اللي مشيت بحذاها، طليت عليها، احكينا وسمعنا برشا موسيقى. كيما باش تشوفوا معايا في الفيديو، خصال شخصية تتا ما تمسوش، ضحكتها وكلامها السيس وطيبتها كيما هما. باش تشوفوا زادا من خلال الفيديو اللي مدام سيدة بدات تفقد شوية من قدرتها في النطق، هذاك علاش برشا من مرضى زهايمر ياخذوا حصص في الاختفوني او النطق باش يحاولوا على قدر المستطاع انهم يحافظوا على قدرتهم في النطق الصحيح. مش شوفوا معايا زادا اللي تتا نسيت برشا حاجات، لكن الحاجة الماجيك اللي بالحق كل ما تسمع موسيقى وجهها ينور وتتفكر الكلمات بطريقة تلقائية على الاخر. واليوم العديد والعديد من الدراسات في العالم قاعدة تثبت قدرة الموسيقى في تحفيز خلايا العقل عند مريض الزهايمر. هذاك علاش في عديد الدول المعالج النفسي بالموسيقى جزء مهم جدا في الميزون دو ريتريت. من غير ما نطول عليكم اكثر، نخليكم تكتشفوا مدام سيدة بالناجح اللي نشكرها من اعماق قلبي، ونخليكم زادة تكتشفوا الموسيقى ومرض الزهايمر. انتي قد ايه عندك صغار؟ عندي حاليد امي وليد حاليد وليد قلت عندي نجيبة. ولدك الكبير شو اسمه؟ هيدي 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 وبعد؟ ليه زليل زليل هبا زليل عمد زليل زليل شو؟ زليل عد فارس هكيكا ها؟ زليل نجيب طريقهم هيدي زليل نجيب نجيب فخر الدين جاني هذي هذي موسيقى نشي أكام فهو جيب شحيت خرينة؟ ما عجوش معهم ولديت بنيت، ما عندكش بنيت؟ بنيت معها بنيت قديش؟ معهم بنيت بنية اسمها 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 هيا قول انت نجيب؟ نجيب خاطة هي تعرفها؟ نعم نجيب يا سيدي ورفيقة؟ ورفيقة تتفكرها رفيقة؟ ايه ودي تفكرها؟ ودي؟ ايه نسيبة؟ جليلة جليلة؟ مع جليلة؟ شكو؟ جليلة؟ جبنيتك هكذا أبي فضلك ما فيها أبي فضلك بسم الله عزيزي بنتي تقاسي وقع ايه
بس يعني تفكر دي فيزا ولا خير ما راح ما حيش دي ما عندك شكون في الفطور ديما شكون كان يجيك أكثر واحد تفكرش رجالة رجالة وانت وليدات لي أكثر صحيح أصحاب الأولاد يقدس الدهر يقدروا حفوا يحفوا 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 ملكي كنت الطيب الفطور دي ما تبال يفتر 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 الحمد لله سعيد شاكين دي ما سعيد بيه يا بابا فيقة 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 يا بابا يا بابا فيقة فيقة وهذه الجينة رفيقة عندي رفيقة والله خلاني جيت والله خليت خلاني جيت عجبني الروز اللي انت لبسته مزيان والله ما بقى شفت البير ولا كبير شفت البير صح كبير هذه أتي في الحج أنت ورفيق شفت الحج شفت الحج تقول أنا شفت الحج يا أمي شفت الحج نسيت أنت الحج قالوا لك سبع في عين مزين راجلك كبر كبر صغير لك مزين حليل كان صعيب معاك ولا بيه صعيب ناس مليحة لا 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 ل
ظفر يا تجري وجهتي تجري كنا ظفري تجري كنا جب عاكري نبخت في الانظار نام مستعفى كنها عند الأجر كنا في حاجة إن شاء الله إن شاء الله كنها حلقة كنها Wish it happened now.